بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقبلها آيات بينات من الكتاب الله العزيز الحكيم تدل على وجود سكان الفضاء، وأن النبي قد عرفهم وحدث عنهم عن أصنافهم، وكذلك الصحابة. بالله التوفيق. ذكر سكان الفضاء في القرآن الكريم. سورة النحل الآية 49: ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الدابة لفظ يطلق على كل ما يدب على الأرض من مخلوقات مكلفة وغير مكلفة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلهم هذا بأمر من الله تعالى، أي هم مخيرون بفعل ولا تفعل، غير مسيرين بالفطرة كالبهائم والنباتات والجمادات، والله أعلم. سورة النمل الآية 65: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات. من للعاقل، أي هناك مخلوقات عاقلة في السماوات مثل البشر، مكلفة ومخيرة، والله أعلم. سورة المؤمنون الآية 71: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فيهن أي في السماوات وفي الأرض، ومن للعاقل، أي هناك إنسانيات ومخلوقات وجن وغير ذلك من يأجوج ومأجوج يسكنون السماوات، الله أعلم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد كل هؤلاء، من هم في السماوات ومن هم في الأرض، والله أعلم. سورة آل عمران الآية 83: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أي دخل في الإسلام خلق كثير من سكان الفضاء والأرض طوعا وكرها، أي منهم المخير ومنهم المسير، وإلى الله يرجعون ليحاسبهم إما إلى جنة أو إلى الجحيم، نسأل الله السلامة، والله أعلم. سورة الإسراء الآية 55: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. من للعاقل، أي هناك مخلوقات عاقلة في السماوات كما في الأرض، والله أعلم. سورة الرحمن الآية 29: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله، من للعاقل، يسأله هذا، من هؤلاء الذين يسألون الله؟ ربما الملائكة، وربما هناك مخلوقات تسأل أمور مادية مثل الرزق والصحة والعافية وغيره، والله أعلم. الرحمن الآية 33: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أن تنفذوا، أن تسلكوا طريقا إلى الكواكب والمجرات بسطحها وجوفها، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قيل هو سلطان العلم، والله أعلم. سبأ الآية 28: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكل سكان الأرض والفضاء الواسع رسول الله رسول الكون، والله أعلم. سورة الشورى الآية 29: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. بث، نشر ووزع، من مخلوقات تدب على الأرض، حشرات وحيوانات وإنس وبشر وجن، فيها أي السماوات السبع والأراضي السبع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. جمع
جمعهم تعود على الإنس والجن والبشر، يعني كل المخلوقات العاقلة جمعهم، لأنه لو كان المقصود البهائم والحشرات لقال على جمعها إذا يشاء قدير، والله أعلم. سورة الزمر الآية 68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصعق من في السماوات، من للعاقل، وكذلك هم، فإذا هم قيام، سبحان الله، في السماوات ناس ستموت، يموتون ويبعثون للحساب يوم القيامة، هم سكان الفضاء دون أدنى شك، والله أعلم. سورة النمل آية 87. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، من تستعمل للعاقل، إلا من شاء ربك وكل آتوه داخرين. سبحان الله، هناك مخلوقات ستموت في السماوات وستبعث يوم القيامة للحساب والعقاب. سورة الروم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين، العالمين بإنسهم وجنهم في السماء وفي الأرض في كل مكان، والله أعلم. سورة يوسف الآية 104 والآية 105. وما تسألهم من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، سبحان الله، يمرون على آيات السماوات والأرض بماذا؟ بالصواريخ، بالطائرات، بالصحون الطائرة، يمرون عليها وهم عنها معرضون. الله أكبر، هذا أكبر دليل من القرآن على وجود كفار من العالمين من الإنس والجن في السماوات، يمرون على آيات الله في السماوات. حتما لم تكن قريش من يمر في السماوات، بل كفار السماء سكان الفضاء، والله أعلم. سورة الشعراء الآية 24. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثبت لكم وجود سكان وجود السماوات السبع والأراضي السبع، واستيقنتم بحقيقة ذلك، فالله تعالى هو خالق كل ذلك. فموسى عليه السلام كان يعلم بأن آل فرعون على يقين من وجود السماوات السبع وسكانها والأراضي السبع وسكانها. الحضارة الفرعونية دونت في جدران الأهرامات والمعابد المصرية تعاملها مع سكان مدينة يسمونها تاتنت، تقع تحت مصر في عالم جوف الأرض، وأنه توجد سراديب تحت الأهرام، ربما الهرم الأكبر، التي توصل إلى الأرض الثانية، وكذا تعاملهم مع سكان السماء والكواكب الذين عبدوهم من دون الله وألهوهم، لأنهم كانوا ينزلون بآلات تسمى الفيمانا، وهي مجرد تكنولوجيا توصلوا إليها، لكنهم أوهموا هم لكن أو لكن أو لكنهم هم والسحرة والكهان اتفقوا على جعل منها آلهة تعبد، وأوهموا الناس البسطاء أنها خوارق، والله أعلم. قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا المفاضلة بين الند، بين الأنداد، على بين العاقلين. لم يفضل بني آدم على الحيوانات والحشرات والجبال والأشجار، بل فضلهم على من هم ندهم مثلهم في التفكير والتكليف والاختراع، وهكذا من مخلوقات أخرى عاقلة مكلفة، والله أعلم.